هلو هلو، سنة جديدة، سنة سعيدة، يا رب يكون كلها خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. كل عام وانتم بألف خير. أول حلقة لينا على الهوى في ميز شو في 2022. يا رب تكون سنة مليانة كلها حاجات حلوة، وصفات حلوة، ذكريات حلوة، ونعيش مع بعض زي ما شفتوا في حلقة رأس السنة. عملنا شريط كده الذكريات، الحاجات الحلوة كلها والوحشة كمان، حطولي كل الحاجات اللي بوظتها وحرقتها. بس زي ما في حاجات دايما بتحصل حلوة، في حاجات بتحصل بلاش نقول وحشة، في حاجات بتحصل مش تمام، بنتعلم منها، يعني بنتعلم من أخطائنا. فيعني حلقة رأس السنة كانت من، أو حلقتين رأس السنة كانوا من أحلى الحلقات اللي عملناهم في 2021، وكانوا طريقة حلوة ننهي فيها سنة بكل ما فيها من حلو ومر، نبتدي سنة يا رب كلها حلو. بس النهاردة عندنا وصفات لذيذة، وصفات من بواقي الأكل اللي فضل من ليلة رأس السنة، من العزومات اللي عملناها. عملنا الفترة اللي فاتت ديك رومي كتير. في حلقة رأس السنة عملنا الديك الرومي الكامل، وعادة بعد العزومات بيفضل عندنا ليفت أوفرز، بواقي الطعام من كله، من البطاطس اللي سلقناها عشان نعمل ماش بوتيتو، من اللي هي البطاطس مهروسة، من الديك الرومي، بيفضل عندنا كمان من الأعشاب. من الفترة دي بنشتري كمان مكونات لما بالذات يبقى في عزومة، كريمة وزبدة وحليب وخضار وبصل وتوم. شغل كل الليفت اوفرز دي بواقي الطعام بكل المكونات البسيطه اللي موجوده في المطبخ، ونعمل اكلات من بواقي الطعام. اول حاجه هنعمل من بواقي الديك الرومي هنعمل زي الفطيره، فطيره يعني هنعمل حشوه من صدر الديك الرومي المنسل مع خلطه شهيه وبصوص كريمي لذيذ، وهنحط على الوش البطاطس والبطاطا المهروسه، سواء كان فضلت من الجراتان، فضلت من تحضيرات الكريسماس. هنعمل شوربه شهيه جدا برضو ببواقي الديك الرومي، وهندخل معها ذرة معلبة، بعض البصل الأخضر، الكرات، نعمل شوربة شهية ولذيذة. وهنعمل كمان ببواقي الديك الرومي هنعمل راب عيش التورتية، ونعمله بنكهات مكسيكية، شوية باربيكيو صوص، بعض الإضافات اللي بتخليه طبق لذيذ، غدا خفيف بعد الولائم الكتيرة اللي عملناها. مش قادرين بقى نقف في المطبخ ساعات، عايزين نستخدم وما نهدرش بواقي الطعام وما نقفش في المطبخ ساعات طويلة. ده هدف حلقتنا النهاردة، ليفت أوفرز، بواقي طعام الاحتفالات، وهنعمل أحلى أطباق مش هتبان إنها أصلا من بواقي الطعام، وهتبان إنها جديدة وتبهروا فيها عائلتكم من غير ما يحسوا إنه إحنا عملنا إيه، اختصرنا شوية أو عملنا شورت كات. بفكركم بالإعادة الساعة 3 العصر على القاهرة والناس 2، و6 المغرب القاهرة والناس 1، ودايما حلقتنا على اليوتيوب. هيا بنا إلى حلقة خفيفة ولذيذة. هلو هلو، في أولى حلقات ميز شو ل2022، يا رب تكون سنة كلها وصفات حلوة وشهية، ونكسب ناس كتير ملهاش في المطبخ تدخل المطبخ. لما بقابلكم أكتر جملة بتسعدني، أنتي حببتيني في الطبخ، خليتيني أجرب حاجات ما كنتش يعني بتجرأ أجربها، خليتيني أجرب مكونات ممكن تبقى متوفرة ومنعدي من جنبها كده من السوبر ماركت، وما بيخطرش على بالنا تدخل في وصفات ايه. فمكملين مع بعض نستكشف عالم الطبخ والمطبخ، نفضل نلف العالم مع بعض. دايما انا بفسحكم في ميز شو، ونعمل وصفات شرقيه وغربيه، ونبتكر مع بعض وحاجات لذيذه وجديده. النهارده وصفات بواقي عزومه النيو ييرز عندنا هنا، يعني باقي علامات الجريمه. خدنا اللي فاضل من الصدر من الورك نسلناه، وعندنا هنا كمان البطاطا اهي، احنا عملنا جراتان. ساعات كتير لما بنقطع حاجات عشان نعملها بصينية بتفضل عندنا بطاطس، بتفضل عندنا بطاطا. فعندي هنا بطاطا، بطاطا وبطاطس، ممكن تبقى دي او دي بس مش فارقة، وممكن تبقى عجينة بوف بيستري على الوش، وهنعمل منها مع شوية بصل، جزر، بسلة، توم، حاجات بسيطة، هنعمل منها وصفة شهية. تعالوا نروح الفرن نطلع اللي انا محضرها لكم. هحتاج عشان كاست ايرون فطين كده عشان تقيلة. ترارارا، أول ترارارا في 2022. وصفة شكلها يجنن، أبداً أبداً مش هتبان إنها من بواقي الطعام، أو إنه إحنا بنختصر خطوات أو مكونات علشان نعملها بشكل شهي ولذيذ. دي عبارة عن فطيرة
هنحضر مكوناتها، انا هحط لكم نفس الطاسه. ومن كمان الواحد بعد النيو ييرز او بعد العزومات مش عايز يعمل 20 يعني طبق يفضل بعد ما نحضر الاكله، فلو عندكم طاسه او حله بتتحط على البوتاجاز وبتدخل الفرن يبقى برضو اسهل. اكيد يوم العزومات بنغسل ونطلع اطباق كتير وما نقدرش نعمل شورت كاتس. هاخد دي احطها قدامنا وهنحضر مع بعض دلوقتي اختها، بس هنعملها بالحجم الاصغر. هنحط الطاسه على النار، اذا هنعملها وان بوت او الوصفات الحله الواحده او الطاسه الواحده. هاخد الاول شويه زبده، وهنستخدم عندي هنا بصل، عندي جزر، عندي كرفس، الخلطه الشهيره. وانا مفروض يكون عندي توم، التوم هنا اهو. هاخد بس فص توم، ده التشايفز. هاخد فص من الثوم او فصين كده ونقطعهم شرايح رفيعه. اذا الاربعه دول دايما بيبقوا بدايه لاي وصفه، عندكم بواقي لحمه، بواقي فراخ، عندكم حتى مع السمك بيدخلوا بيدوا نكهه حلوه. لما نيجي عايزين نستخدم حاجه ملهاش نكهه قوي، يعني صدر الرومي اللي بيبقى فاضل ملوش نكهه قوي، ندخل الحاجات دي، المنكهات الطبيعيه المفيده بالفتره دي اصلا من السنه، لانها كلها مضادات حيويه. طيب اذا عندنا على فكره الكرفس كان في الوصفه، الجزر كان في الوصفه، حطيناهم الخضار اللي جنب التركي، البصل طبعا كان في الوصفه، فهي من نفس المكونات بالظبط هنعمل الوصفه دي. خلوني بس نقشر الثوم ونقطعه شرايح، ما بحبش اهرسه علشان الثوم لما يتحمر لو اتقطع او اتهرس بيديني طعم يعني سنه كده طعم الطشه، فانا هوطي الحراره شويه عشان ما تبقاش الخضار بتاخد لون بسرعه. فهنقطع الثوم، نشيل الحته دي، نقطعه شرايح رفيعه. المضادات الحيويه الطبيعيه، الدنيا لسه برد والاكلات دي شتويه كده، الفطاير، البايز، الحاجات دي شتويه جدا. اذا عندنا الثوم، هناخد شويه زبده مع شويه زيت زيتون، استخدمنا زبده الفتره اللي فاتت كتير. هنحط معاهم برضو عرق روزماري يدي طعم للزبدة، هنتنيه كده والزيت. وتعالوا نحط دلوقتي البصل ونحط الكرفس والجزر، مجرد نشوح الخضار، البصل. ممكن تعملوها زي ما قلت لكم بخلطه الباف بي، يعني بتوبينج بدل البطاطا او البطاطس، الباف بيستري اللي هي هنفرد بس على وشها عجينه الباف بيستري وندهنها بشويه بيض ومعاه شويه خل وندخلها الفرن. مجرد ما تسخن الخلطه هتبقى سخنه اصلا كده كده، وتتحمر الباف بيستري وتبقى برده فطيره بشكل ثاني. بس احنا استخدمنا الباف بيستري كتير، كان في زوايد كتير ممكن تستخدموها، مش هتبقى قطعه كبيره، ممكن تلزقوها كده وتعملوها بشكل حلو. استخدمناها بوصفات الكريسماس بشكل كبير. لكل اللي فاتتهم الحلقات اللي فاتت انصحكم ترجعوا تتفرجوا عليها، كل حلقات الاسبوع الاخير من ديسمبر، لوصولا لحلقتين راس السنه مع الفنانه دينا اللي بحييها وبشكرها على حلقتين من احلى الحلقات، سواء كانت وصفات او وقت قضيناه في المطبخ او دردشه واتكلمنا عن الابراج وعن حاجات كتير. فكل الوصفات دي برشح لكم ترجعوا تتفرجوا عليها لانها فعلا كانت من احلى الوصفات. الجينجر بريد هاوس اللي عملنا القريه الحلوه دي اللي مليانه كانها ثلج، عملنا البروفيت رول على شكل هرم، عملنا الكب كيكس اللي تجنن اللي على شكل كريسمس تري، كل الحاجات دي ارجعوا شوفوها هتعجبكم. حطينا الجزر، هنحط كرفس، خلاص الروزماري ادى النكهه، هنقطع شويه دلوقتي من الورق ونضيفه معاهم، ممكن زعتر اخضر، ممكن اوريجانو، نكهات الاعشاب حلوه مع البايز دي. الفطاير دي اكلات غربيه قوي، غالبا تلاقوها بريطانيه، هي اكتر مطبخ هو والامريكي بيعملوا الفطاير، موجود بمطابخ كتير بس المطبخ الامريكي والبريطاني بالذات دي بيسموها شبه الشيبردز باي، فطيره الراعي، عاده بتتعمل بالضاني، لحمه الضاني، وبتتحط على وشها البطاطس، وهي بتبقى عاده في القرى الريفيه يعني. فاحنا بناخد الفكره نفسها وبنطبقها على وصفات ثانيه. تعالوا نحط لها شويه بهارات كمان، هنحط لها شويه فابريكا ونحط لها ثوم بودره وبصل بودره، هيدوا برغم وجود الثوم والبصل هيدوا نكهه ثانيه لذيذه.
هنحط رشة ملح ورشة فلفل. ادي الملح، مش هكتر الملح النهارده، هنعمل الفطيره بما انه احنا قلنا ايه ليفت اوفر ومستعجلين وعايزين نختصر الخطوات. عندنا الخضار دي متقطعه، هحط على طول خلطه البشاميل من ماجي، بس خلطه البشاميل بالجبنه هوريها لكم حالا. خلينا نقلب بس تقليبه ونشوف لو محتاجين سنه زبده او زيت. هنحتاج سنه صغيره، هزود زيت زيتون ووريكم حالا خلطه البشاميل. عاده هنحط دقيق وبعدين نحمصه هنا وبعدين هنحط الكريمه والحليب الى اخره. النهارده هناخد خلطه البشاميل بطعم الجبنه، نكهه الجبنه حلوه قوي مع التركي، وبنفس الوقت هي فيها طعم الاجبان، فيها التشادر، جبنه التشادر والجبنه البارميجان، وهتبقى مظبوطه معانا 100% ولا اقل ولا اكتر. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنخليها هنا جنبنا، هنحط لحم التركي المنسل حسب كمية الحجم الطاسة عندنا، عشان انا لسه هسيب مكان للبطاطس والبطاطا. هنا كل اللي هنعمله انه هنبتدي بس نقلب لحد ما يتشرب كل النكهات دي. طبعا لو ما عندكمش الطاسة دي هتعملوا اللي انا بعمله ده بالكمية اللي تناسب حجم الصينية اللي هتخبزوا بيها، وهتنقلوه على صينية الخبز. بس زي ما قلنا النهاردة احنا بنحاول نقلل المجهود تماما. حطينا بواقي الاكل، قطعنا شوية خضار، هنستخدم بشاميل بالجبنة من ماجي، بيدينا الطعم والقوام والنكهة اللي احنا عايزينها بسهولة. تعالوا نطلع فاصل وتكون التركي سخن، ونرجع نضيف البشاميل بطعم الجبنه، ونعمل الاضافه اللي هنحطها على الوش للبطاطس والبطاطا، هنضيف لها ايه ونحطها على الوش وندخلها الفرن، وبعدها هنعمل شوربه زي ما قلت لكم برده من بواقي الديك الرومي. استنونا. ورجعنا، حطيت بس على الباي كده شوية سبراوتس. ما تحطوش أول ما تطلع الحاجة من الفرن ورقيات، أول ما بتطلع على طول لو مش هنقدمها على طول، أنا بحب البايز تقعد سنة يعني عشان ما تتبلش الورقيات على طول. هنا أنا نسيت أحط البسلة بس ما رضيتش أحطها بالفاصل. البسلة على العموم عموما لما تبقى فروزن مجمدة وتفك من المية، لو حطينا شوية مية مغلية عشان تفك تبقى أولموست يعني تقريبا مستوية، وبتضيف لون حلو وبتضيف برضو فايدة. فهنضيف البسلة ونشوحهم شوية. انتوا حطوها بعد الخضار على طول، يعني لما تضيفوا الخضار ضيفوا البسلة بعدين ضيفوا الرومي، وزي ما حطينا حاجات بسيطة الأعشاب والبهارات. أنا ممكن أحط شوية روزماري كده أخده. دول على فكرة من روزماري اللي استخدمناه في العزومة، يعني ما حتى ما رحناش اشترينا حاجات جديدة، كل الحاجات اللي موجودة عندنا هنرجع نستغلها بشكل لذيذ. هاتوا ناخد السكينة، هنقطع الروزماري كده شوية عشان يختلط مع كل المكونات. حطينا شوية في الأول ادت نكهة للزبدة والزيت وشلناها. دلوقتي هناخد اللي قطعناهم دول نضيفهم، زعتر، روزماري، بقدونس، النكهات اللي انتوا بتحبوها. بس هي الروزماري يعني احنا اشتغلنا فيه الفترة دي كلها ديكوريشن، يعني في طعمه دخلناه في الزبدة واستخدمناه في تقديم الديك الرومي. طيب دلوقتي هاخد خلطة البشاميل من ماجي، وهاخد معاها حليب وشوية كريمة طهي نديها نكهة كريمي. عادة بنحط الخليط ده حسب التعليمات اللي على الغلاف، يعني بنحط مكونات الكيس فالحلة على البارد، وبنضيف لها الكمية الحليب. هنا 3/4 لتر حليب. هنا احنا عايزينها اتقل شوية، فانا هستخدمها هنا بالضبط زي ما بستخدم الدقيق. بس هي الفرق ان نكهة الجبنة فيها انه مظبوطة التتبيلة بتاعتها، هتدينا مش بس كريمة، هتدينا نكهة تجنن. فهضيفها هنا، مش هضيف كل الكمية لانه انا ضفت كل الكمية للحجم الكبير للطاسة الكبيرة وكانت بالظبط على القد، فهقلل شويه وبنحفظها نستخدمها دايما. بستخدمها بحاجات مش التقليديه بس كبشاميل، بقلبها شويه، ممكن ادخلها في حاجات تانية مش صوص البشاميل بس التقليدي.
عملنا فيها الماكن تشيز، عملنا حاجات كتير، عملنا الدبس اللي بنعملها جنب الناتشوز. فبديها كده تقليبة، وناخد الحليب وحنضيف الحليب اللي هيبتدي على طول يتقل من الخلطة، خلطة البشاميل. خلوني بس ابتدي احط الحليب، واخر حاجة بنديله سنة كريمة. نسخن، نوسع العين عشان تعلى الحرارة شوية. طبعا انا قاعدة بعملها براحتي وبفنط فيها هي ولا حاجة، 1 2 3 4 5 حطينا الحاجات على الفرن. يعني انا بس بحاول ايه اشرح لكم انه الطبخ طبعا على الهواء. شفت الطبخ على الهواء في الريبورتاج اللي عملوه لي فريق العمل حبيب القلب، اللي توصوا طلعوا لي غلطة غلطة من اول حرق البيتزا لحد قلب الصوصات لحد فوران الزيت، انا فاكراهم اهو، لحد فوران الحليب. ما خليناش غلطه ما عملناهاش، وجمعوها لي كلها. بس والله العظيم كانت لذيذه جدا جدا. وقلت انا في الحلقه انه احنا معاكم يعني بنطبخ زي اي حد في البيت، من فينا لا يخطئ. هضيف شويه كريمه، كريمه بتديها ريتشنس، بس لو مش حابين تخلوها، حابين تخلوها اخف ممكن اهو. خلاص هي مجرد بس هسيبها تسخن، ده قوامها ممتاز. وتعالوا دلوقتي نخلط خلطة سريعة كده للبطاطس اللي هنحطها على الوش. إذا هنسيب دي تسخن، وهناخد سباتيلا ننضف بس الأطراف كده عشان نيجي نحط البطاطس والبطاطا. ناخد مقدار من البطاطس والبطاطا اللي احنا محتاجينه هنا للوش. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا خلطة أو تستخدموا اي يعني مجرد بطاطس او بطاطا، كل واحد لوحده. فناخد كميه اللي تغطي الوش. انا بصراحه لما عملنا الجراتان في حلقه راس السنه كان رائع البطاطا في الجراتان، اكتر تخيلوا من البطاطس. هحط لها ايه؟ احط لها ملح، كريمه، رشه فلفل اسود بسيطه، ونقلبهم. وهنحط طبقه من الجبنه هنا فوق الخليط، اي جبنه عندنا برضو بواقي. احنا كنا عاملين تشيز بلاتر فاكرين، عاده بنعمل طبق كده فيه انواع مختلفه من الاجبان والفاكهه. هناخد اي جبنه فضلت عندنا، تشيدر، جودا، بارميجان، هنوزعها تبقى الجلو كده تحت البطاطس. نقلب دي، خلاص هطفي النار عليها. تعالوا نعمل حاجه، نطفي النار عليها ونقربها جنبنا، ونحط حله الشوربه تبتدي تسخن على النار مكانها عشان نبتدي نحضر مع بعض الشوربة. فهحط الحلة وعلي عليها الحرارة، وإحنا نشتغل هنا نقلب الخليط. لو كان سخن كنت أحط له شوية زبدة، بس نفد منه. في زبدة تحت وفي صوص كريمي شهي، مفيش داعي. هناخد بكل بساطة كده، وانا بعملها فكرت قلت هجيب كيس الحلواني والصبح النهارده واعمل روزاتس، قلت لا 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 دي وصفه بواقي الاكل، مش عايزين تعب ولا حنتفى ولا حاجه. بس للي حابب ممكن يحطها بكيس الحلواني ويعملها بالظبط زي الكريمه، بتطلع شكلها حلو قوي قوي قوي. اذا بنوزع البطاطس والبطاطا اهو، بنغطي كل الخليط. وتشانكي يعني احنا مش هرسنها على الاخر، حلوه يبقى فيها قطع، كميه بالظبط على القد. هوريكم ممكن تعملوا حاجه لذيذه، ممكن تاخدوا شوكه كده تديها التكستشر الحلو ده، بالشوكه تعملوا كده، ده بيساعدنا ناخد اللون المقرمش الحلو ده، وبيبقى شكلها لذيذ ومجهود قليل. يعني ما عملناش حاجه برضو مش مجهده قوي. اديها كده شكل، ونحط عليها شوية جبنة وندخلها الفرن. محتاجة قد إيه بالفرن يا شيف؟ محتاجة تلت ساعة بالكتير، مجرد بس تسخن كل الطبقات مع بعض والجبنة تسيح. وزي ما شفتوا طلعناها بأول الحلقة، وما تخافوش فقرة التعذيب برضو هعملها. يعني ربنا ما يقطع علينا عادة، ودي من العادات اللي بتخلي ناس كتير وهم يتفرجوا علينا يدخلوا على طول المطبخ ويجربوا الأكل. يلا بينا على الفرن. وأول وصفة بقت جاهزة. تعالوا دلوقتي نبتدي الوصفة الثانية. هنا هنعمل شوربة برضو من بواقي الديك الرومي. هناخد الزيت والزبدة برضو نبتدي بيهم، وهندخل فيها الذرة وهنضربها نص ضربة. فأنا هحط هنا دلوقتي الثوم، الزبدة،
مع شوية الزيت بيقلل احتراق الزبدة. وهنحط، خلوني أجيب من ورا هنا، عندي خليط من الكرات والبصل الأخضر وعندي كمان بصل أبيض. هنحط بصل، تعالوا نحط الكرات، لو موجود كرات الليكس والبوتيتوز، البطاطس شوربة من الشوربات الشهيرة عالميا. احنا النهاردة هندخل البطاطس والبطاطا في الوصفة. هنا عندي لسه من خلينا ندخل البطاطس. البطاطس ممكن تحطوها مكعبات علشان هي اللي بتدي سماكة للشوربة دي مع الذرة. هنقلب البصل، تعالوا نقلب الجزر، فهتبقى ولا هي يعني مضروبة خالص ولا تشانكي خالص. هتشوفوا هنعمل ايه. هنقلب دول مع بعض، جزر وبصل، برضو هنحط لهم عود روزماري كده يديهم طعم وريحة، وهنحط الكرات. الكرات هوريه لكم حالا. الكرات من عائلة طبعا البصل الأخضر اهو، وفي شوربه اصلا زي ما قلت لكم شهيره انا من عشاقها، ليك اند بوتيتو سوب، يعني زي ما احنا عندنا العدس هي دي موجوده في المطبخ العالمي، هو ده الكرات. بس هقول لكم نصيحه، شايفين بيتعرف من ورقه، ورقه مختلف عن البصل الاخضر، الورقه مفتوحه مش مقفوله زي البصل الاخضر. بس عايزه اوريكم هنقطعه مع بعض. الكرات لازم يتنضف كويس جدا، نقطعه كده اوريكم بس انه من جوه ساعات ما بين ورق الكرات هنا، شايفين كرات بالطبيعه لما بينمو ورقه فوق ورقه الرمله بتبقى بين الورق ده، فلازم نغسله كويس جدا جدا ونتاكد انه مش واخد رمله. فهضيف كمان كرفس، هقطعه دلوقتي، هاخد عودين كرفس بس، خلوا الكرات كده على جنب، هاخد الكرفس ونقطع شويه من الكرفس، وبرده بيليق جدا جدا مع الشوربه دي. نفس البداية، بصل بس ضفنا الكرات وجزر، وممكن نضيف ثوم كمان، هضيف فصين ثوم في الفاصل، هضيف اهو. اذا نفس البداية في نفس اليوم اللي عملنا فيه الاكلة دي، نفس المكونات، نكتر بس ونعمل الوصفتين. تعالوا نطلع فاصل، احضر حاجة الشوربة كلها قدامي، اغسل الكرات ونرجع ونعمل شوربة ولا اشهى بالجو البارد ده من بواقي عزومة راس السنة. قبل الفاصل عملنا بداية الشوربة من نفس مكونات الفطيرة، حطينا ثوم، زيت وزبدة، بصل، ضفت الثوم أنا في الفاصل، فص ثوم بس قطعته شرايح، كرفس وجزر، بس ضفنا الليكس اللي هو الكرات. بصوا بحب الكرات أصلا لما كده يتفرط تحميرته كده، وشوربة الكرات تبقى حلوة جدا، وأحط شوية كرات بعد ما أضربهم عشان يفضل كده باين. طيب هنضيف إيه دلوقتي؟ تعالوا التركي هنضيفه آخر حاجة، هنضيف الذرة. الذره هنا لما نيجي نضربها هتدينا قوام كريمي حلو، اوكي؟ ساعات لما كنت اعمل كريمي كورن سوب اضرب شويه بالكبه، النهارده هستخدم الهاند بلندر، صديقي الصدوق، عندنا من ميانتا نيو هاند بلندر اسمه فيوجن، بيجي مع الكبه ومع المضرب السلك ويعني حاجات مختلفه كتير، ست حاجات، سكس فانكشنز، ست ادوات نقدر نستخدمها. وبحب انه دايما بيبقى ستانلس، لانه الستانلس اول حاجه هايجينيك، يعني هايجين وايز نظافه، سهل التنظيف، ما بيبقعش كمان لما نحط بشوربات الوانها مثلا في الكركم بالحاجات دي، ساعات البلاستيك بيبقع، فهو من الحاجات كمان ديورابل، من الحاجات القوية التحمل وبتستحمل وقت كتير وطبخ كتير في المطبخ. هناخد دلوقتي هنا الذرة، وهحط كمية ذرة حلوة لأنه دي وصفة فورن، يعني ندخل الذرة اهي. وقلنا مش عايز نحط دقيق، قلنا تعالوا نستخدم البطاطس، مع أنه احنا بنستخدم الليفت اوفرز، بواقي الطعام، عشان نتخن الشوربة. وزي ما قلت لكم في شوربة أصلا اسمها بطاطس والكرات. تعالوا نحط شوية بهارات بسيطة، نفس البهارات، يعني شايفين نفس المكونات، طلع وصفتين مختلفتين، ضفنا بس الذرة والكرات، ثوم بودرة، بصل بودرة، وبرضو البابريكا بتليق معاها جدا، ويا سلام لو مدخنة شوية. حطهم هنا مجرد بس ما يتشوح تشوح الذرة معاها تشويحة. تعالوا نحط البطاطس، البطاطس هي النهاردة هتبقى النشا بتاعنا، هي من الكاربز الحاجات النشوية، فهنستخدمها هنا كمان.
طيب هنضيف لها مرقه وهنضيف ممكن كريمه او حليب، نخليها كريمي شويه. خلوني بس اجيب الميه السخنه وادوب مكعبات المرقه. هستخدم مرق دجاج علشان احنا مستخدمين التركي وبيليق معاه جدا. ندوبهم بس في الميه السخنه. انا اجيب مضرب السلك. اذا البطاطس مع باقي الخضار هي هي اللي بالفرن، هي هي هنا اتضافت بطريقه بس مختلفه. هنضيف دلوقتي شوربه الخضار، شوربه الفراخ، وهنضيف حليب وكريمه. هنشوف لو احتاجنا مرقه اكتر، مجرد ازود الميه لانه مكعبين مرقه كفايه للوصفه دي. خلينا نزود حليب، ممكن تستخدموا حليب، ممكن تخلطوا ما بين الحليب والكريمه. هنزود شويه ميه سخنه عشان اخد باقي الكريمه هنا، مش هنضيع اي حاجه. هحط الميه هنا وهنظبط الملح والفلفل بالاخر. الكميه دي ممتازه. هنعلي الحراره عشان نوصلها لمرحله الغليان. وهي بتغلي احنا ممكن نعمل حاجه، ممكن نعمل فقره التعذيب في الفطيره، بس اروق شويه كده حواليا. احنا قلنا بنحاول نقلل شغل في المطبخ النهارده، فبرضو الشوربه دي كلها في حله واحده. يعني حتى الهاند بلندر ده لو احنا عايزين نعمل اي شوربه، شوربه حتى فلتكن العدس، ما عندناش الهاند بلندر، هنقوم نقلينها على الخلاط، مستنيينها تبرد، ضاربين الشوربه في الخلاط، وبعدين مفضيين الخلاط ومرجعينها في الحله الى اخره. بيسهل علينا كتير، هرس حاجات كتير، بس من اكتر الحاجات السخنه اللي محتاجين وقت ومحتاجين امان واحنا بنستخدمها. ضغط الشوربات دي في خلاط نبقى مستعجلين، بنحطها بتبقى مطلعه بخار، وعاده نملاها للاخر، بنقوم مغطينها بالغطا فحابسين كل البخار، مشغلين الخلاط، الضغط مع الحراره. بكرر الموضوع ده كتير لانه انا حصل معايا. من الحاجات اللي ممكن يعني تخلي السوائل السخنه تنتشر في المطبخ وتحرق ايدينا لا سمح الله، فبلاش ابدا يعني تعملوا الحركه دي، ولو مضطرين هتستنوها تبرد قبل ما تخلطوها. طيب وهي هنا بتسخن اهو، نغطيها شويه بس عشان تسخن. تعالوا نعمل فقره التعذيب. ناخد قطعه من هنا، اصلا شكلها يجنن، والصوص تشيزي مليان جبنه كده. هنطلعها كده على طبق التقديم، وحلاوتها انه منسل جوه التركي، ديك الرومي منسل، ف خلونا نحط له شويه شايبس، فسهل الاكل المضغ كده، حتى مش هنتعب نفسنا بالمضغ. تعالوا ندوقه، طبعا جنبه سلطه، دايما بقول لكم الحاجات دي لازم ناكل جنبها ورقيات. ندوقه كده مع الخلطه كلها والبطاطا والبطاطس. رهيبه، يعني انتوا مش فاهمين قد ايه. في ناس كتير يمكن ما بتحبش الديك الرومي بوضعه اللي هو الوصفه التقليديه، هتحب دي جدا. هنحط دي هنا ونخفي اثار الجريمه، ونحط لها شويه سبراوتس كمان. وتعالوا نروح نبص على الشوربه ونبتدي نخلطها. هنخليها هاف سموث او نص مضروبه، مش تماما سموث. شايفين قطع الخضار بتفضل، بس مش بالحجم الكبير، وبتدوب، والذره لما تدوب بتدي كريمينس كمان. في حاجه اسمها معلبات كده، كريم اوف كورن، مجرد ذره سكريه مضروبه بتتحط في علبه. فاحنا كده بنحقق اللي احنا عايزينه بالهاند بلندر من ميانتا. بكل بساطه بنشيل القطعه دي، وبتتغسل بالحوض ولا اسهل، وزي ما قلت لكم هي عمليه لانه قويه، بتتحمل لانها ستانلس ستيل. تعالوا ندوق ونحط دلوقتي التركي، وهحط معاها شويه جبنه. هي هي نفس المكونات اللي عملنا فيها الباي، الجبنه هنا هتديها طعم حلو قوي. عايزه رشه ملح، وعايزه فلفل اسود،
لأنه مكعبات المرأة برضو ملحها مظبوط مش كتير، وإحنا زودنا حليب وزودنا كريمة. هنحط التركي برضو، ده هيديها كثافة كده، كفاية الكمية دي. هنحط فلفل أسود، وبحب فلفل أسود يبقى ظاهر، بيقطع الكريمينس، بيظبطها. الله، شوربة تجنن. هنضيف لها دلوقتي الكرات في المرحلة دي اللي غسلناه، بصوا غسلناه وبقى زي الفل. بحب الكرات يبقى ظاهر في الشوربة دي، لأني أنا شخصياً بحب الكرات. على فكرة الكرات في الحاجات اللي لما يبقى حجمه يعني بالموسم بتاعه بتبقى ساعات كبيرة جداً، بيتشوي على الفحم طعمه يجنن. جربوه مع المشاوي هتنبهروا بنكهة، هو أقل لذ يعني ما بي مش لاذع قوي زي البصل الأخضر، فطعمه مبقاش حاد قوي. هضيف دلوقتي الكرات هنا، يغلي غلوة كده معاها ويديها لون حلو، وبنفس الوقت ممكن تضيفوا بصل أخضر. هي بحب كده بالآخر البصل الأخضر ده أو الكرات. بوجود الكرات لو ما فيش كمية شفتوا خلطنا الاثنين. وبما انه احنا نخلص بقى كل الحاجات اللي استخدمناها بالكريسماس، التشايفز، فاكرين التشايفز اللي هو الثوم المعمر اللي ربطنا فيه حزمه البصل الفاصوليا الخضراء، طعمه ما بين البصل الاخضر وما بين الثوم، الثوم المعمر ده اسمه بالعربي، ومتوفر. انا مقطعاه زي ما شايفين صغير كده، هنحط تشايفز، طعمها يبقى بالاخر منعش للشوربه. شايفين هي لا كريمي قوي ولا تشانكي قوي، والبطاطس والذره ادوها قوام يعني، ولا هي برضو كلير الشوربه اللي هي سوائل جدا، ولا هي اللي زي البشاميل التقيله. تعالوا نطلع فاصل، الشوربه محتاجه غلوه واحده بس ونقدمها. وفاضل عندنا هنا برضو بواقي من الديك الرومي، تيجوا نعمل راب زي الشاورما بس معمول بنكهات مكسيكيه بسيطه من استخدام الجبنه وكل الحاجات اللي استخدمناها في الوصفه دي. هاخد برده شويه من الجبنه هنا اهو، وعدتكم انا احط لها جبنه. ونطلع فاصل نرجع ونعمل الراب، نقدم برده الشوربه ونشوف سفرتنا النهارده حلوه زي سفره الكريسماس ولا لا. تعالوا نبص على الشوربه، خلاص بقت جاهزه. نغرف شوربه هيحبوها على فكره الصغيرين، لانه بيحبوا كمان الذره والجبنه والنكهات الكريمي دي. تعالوا نغرف طبق بسرعه علشان نعمل مع بعض اسرع تورتيه راب بالليفت اوفرز، بواقي التركي. شوربه كده وجبه لوحدها. وعلى فكره الفطيره اللي حطيناها في الفرن استوت، هوريها لكم حالا، بس نحط الساندويتش في التوستر. كفايه الكميه دي، نطفي النار نحطها قدامنا، نرشلها رشه بصل اخضر كده حلوه ورشه فلفل اسود، وتاني طبق من بواقي عزومه راس السنه. تالت طبق هناخد الديك الرومي المنسل اهو، هنحط له خليه على جنب، هنحط له صوص الباربيكيو الجاهز. مش هنعمل باربيكيو مع انه عملناه قبل كده، بس هنحطه من السوبر ماركت على طول. هنحط له فلفل الوان، هنحط له شويه بصل اخضر، هنقدمه جنب الكزبره، ونعمل راب اللي هيخلق يعني يخليه يتماسك كله مع بعض هو الجبنه. جبنه طعمها يجنن مع الخلطه دي. فكده عملنا شوربة وعملنا طبق رئيسي وعملنا ساندويتشز. يلا هنحط أول حاجة الجبنة هنا على العيش عشان هي تبقى الجلو. هناخد جزء من الخليط، هنقرب دي هنا جزء من الخليط كده. وتعالوا عايزة أبعديه بس عن النار عشان ما تغليش أكتر، ونقفلها كويس. حط شوية جبنة برضو كده على الوش، مش أحلى من جبنة مع الوصفات دي. ونقفلها كويس عشان ما تتفتحش مننا والجبنة تسيح برا الساندويتش. كده كده احنا هنحطها في التوستر، في البانيني ميكر، الجريل اللي تحبوا تسموه، ونخليها بس تسخن وتبتدي تسيح. تعالوا نعمل واحدة تانية على اعلى حراره، اقدمها لقدام شويه. تعالوا نعمل واحده ثانيه، هناخد برضو الجبنه
وعلى فكرة دي من أكتر الحاجات اللي هتعجبكم. أنا عارفة إنه دول تحفة يجننوا، بس دي من الحاجات السريعة، وممكن أصلا تخلطوا الخليط ده مع الباربيكي وتحطوه في علبة في التلاجة ويتعمل الولاد لو مثلا راجعين من المدرسة، الرجالة اللي بتحب تدخل المطبخ بس ملهاش في يعني يعملوا الحاجات من سكراتش من البداية، هيلاقوها سهلة جدا إنه يدوبك يحطوها في عيش التورتية ويحطوها بعدين بالتوستر. هنقفل عليها برضو من هنا كده اهو، ونحطها بالتوستر بكل بساطة. ونروح نبص مع بعض على الباي اللي حطيناها بالفرن في أول الحلقة، شوفوا قد إيه هي ما بتاخدش وقت. الله، لا واتحمرت. بصوا بقول لكم، مايز شو از رياليتي شو، اللي بنحضره قبل الحلقه هو اللي بنعمله بكل تفاصيله خلال الحلقه. شايفين حلاوتها؟ وهنا انا مزوده البطاطا، فاكرين زودت بطاطا شويه فلون اللون طالع مصفر اكتر. خلوني اوضب سفرتنا، قلت لكم هنشوف السفره الحلوه. عندنا هنا الشوربه، عندنا هنا الرابس، نحط الرابس الشوربه هنا، نحط الرابس هنا اول ما تطلع دلوقتي، وخلي دي برضو جنبنا. هنبص على الرابس، خلاص مجرد انها تسخن انا حطاها على 5 على اعلى حراره، مش عايزين نقعد بقى نضغط عليها كتير، الصوص هيطلع. وتيجوا نعمل فقره التعذيب من الحله على طول، مفيش احلى من مين بيحب يدوق من الحله. ماما مهما يعني دخلت المطبخ عندها وتقول لي استنوا الغدا استنوا الغدا، مفيش احلى من الخطفه دي اللي بتتخطف واحنا جعانين وشامين ريحه اكله حلوه معموله بكل حب، بالذات بالشتاء الواحد بيبقى داخل بردان وجعان ويلاقي الشوربه تجنن. خليط الكورن شوربه الذره اللي بيحبها هيعشق الوصفه دي، الكريمه خفيفه لانه خلطينها مع ايه؟ خلطينها مع المرقه، البصل الاخضر والكرات ظاهرين بقوه، واللحم يعني التركي اللي جوه منسل فدايب، مجرد ما غلي معاها شرب كل النكهات. تعالوا نطلع دول ونقدمهم، خلي دي تسيح اكتر شويه. طبعا انتوا خدوا وقتكم بقى في لما تعملوها في البيت علشان الجبنه تسيح اكتر. بس بصوا الراب ده من احلى واشهى الساندوتشز اللي بتلاقوها على فكره، بتتباع كتير في المحلات اللي في محطات البنزين في الكوفي شوبس، دايما بتلاقوا الراب ده. ممكن تعملوه حراق على فكره هيعجبكم جدا، دخلوا معاه فلفل اخضر حراق، هالابينيو، انا حاطه جنبه هنا ساور كريم زي ما بنقدم الاكل المكسيكي، شويه افوكادو مهروس مع بصل اخضر، عصره ليمون. هاتوا نقطع دي برده. ودي على فكره حلوه قوي للولاد داخلين على امتحانات، الولاد هيلاقوها من الحاجات اللذيذه والمميزه. سفرتنا اللي هي ليفت اوفرز من حلقه راس السنه، بنفس الاكلات الشهيه بنفس المكونات من غير ما نجيب اي مكون، يمكن زودنا الذره شويه ودي معلبه ممكن تبقى في البيت، ممكن تعملوها من غير الذره. عملنا الفطيرتين الشهيتين دول، وعملنا شوربه بالذره والكريمه والنكهات الفريش الحلوه دي، وعملنا الراب اللي هختم وانا بعمل لكم فيه فقره التعذيب. يجنن، اسهل من السهوله على حلاوه طعمه. بحبكم جدا، مكملين 2022، سنة يا رب سعيدة كلها خير وبركة وسعادة طاقة إيجابية. أشوفكم بكرة.